في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2021 عنصراً إجرامياً ومصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة، وضبط معهم 1170 قطعة سلاح ناري أبرزها 2 جيرينوف ورشاشان و185 بندقية آلية و128 بندقية خرطوش و56 مسدساً و797 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 226 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3591 قطعة سلاح ناري بحوزة 2929 متهماً أبرزها 3 جرينوف ورشاشان و430 بندقية و394 بندقية آلية و155 مسدساً و2607 فرد محل الصنعة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و465 خزينة، إضافة ل 5251 قطعة سلاح أبيض. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 17 تشكيلاً عصابياً ضموا 62 متهماً قاموا بارتكاب 79 حادث متنوع، كما تم ضبط 444 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 330 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 499 متهماً، كما تم إعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,125,942 حكماً قضائياً من بينها 7,852 حكم جناية و645,511 حكم حبس جزئي و114,570 حكماً مستأنفاً و1,052,925 حكم غرامة و305,084 حكم مخالفة.